طيب هل شايف ان حضرتك بتتكلم ان النتيجه خادعه؟ يعني المواجهات اللي كانت امام بيراميدز هو ده اللي حضرتك شايفه كنتيجه منطقيه في ظل المستوى هو واحد ما بين بقى فريق مصري في الدوري وفريق مصري في الكونفدراليه، المباراتين التانيين انت مش باصص عليهم قوي كتقييم لمشوار النادي المصري في الكونفدراليه؟ طبعا فرق كبير جدا في المستوى. يمكن لو اتكلمنا يمكن خلاص احنا حتى بمباراه النهارده النادي المصري ان شاء الله باذن الله النادي المصري يكسب بسهوله كبيره، بسهوله كبيره جدا ان شاء الله، ويعمل سكور كمان. ويمكن احنا اتكلمنا من بدري كمان يمكن اقوى فرقتين في المجموعه هو بيراميدز والنادي المصري. يبقى المباراه اللي كانت ما بينهم او المباراتين اللي ما بينهم هي اللي كانت تحدد اول وثاني، ويمكن حسمها بيراميدز بست نقط خدهم من النادي المصري. يبقى النادي المصري عنده 6 نقاط، لكن بيراميدز خلاص يمكن ضمن التاهل بشكل كبير جدا، والنادي المصري النهارده ان شاء الله ضمن التاهل. لكن زي ما انا قلت لك في الاول لما رهان مش سقف طموح بورسعيد او جمهور النادي المصري التاهل، يعني انت بتفكري فيما بعد، يعني ماذا بعد، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يعني خلينا يعني انا هتكلم بصراحه، في مشاكل كتير جدا. من ضمن المشاكل انا امبارح بتفرج على مباراه الترجي والرجاء، خلصت 2-2 في دوري الابطال. منظر الجمهور في الملعب يفرح، وفي نفس الوقت يعني بشوف كده بقول طب النادي المصري امتى الاستاد عنده هيتملى او نسمح له ب 10,000 او ب 15,000؟ يعني انت بتتكلمي ان انت النهارده عايزه تنافس على الكونفدراليه ب 1000 متفرج؟ استحاله. في المقابل يعني بغض النظر عن الثلاث مباريات اللي لعبناها مباراه بيراميدز كمان مش نادي جماهيري وما مكسبتيش، حتى ما تعادلتيش معاه، ما خدتش منه بنت، فما بالك في الادوار فيما بعد ربع النهائي مع الانديه الجماهيريه. هتقابلي فرق ان انت مجرد دخولك بس الاستاد هتلاقي الملعب كله ما فيش مكان لرجل. فرقم واحد انت بتخسر الجمهور، ومن يعني جمهور فعلا عاشق، يعني ال 5,000 ممكن يشجعوا بوجود 10,000، كان 10,000 بالظبط اللي بيشجعوا. انا بتكلم عن جمهور النادي المصري. لكن النهارده انت بتدخل على اي مباراه او هتدخل على اي مباراه ان شاء الله بعد التاهل، لازم اول حاجه يسعى عليها مجلس اداره النادي المصري، لازم الاعداد تزيد. يعني النهارده مباراه النادي المصري التذكره ب 100 جنيه، يعني وهيروح اسكندريه كتير طبعا. خلينا برضو نتكلم بصراحه، يعني نقول الـ 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 السيئات والحسنات او نقول السلبيات والايجابيات. ممكن يبقى الرقم احنا الفتره اللي فاتت بصراحه مجلس الاداره كان موفر اوتوبيسات للجماهير، والتيكت كان رخيص على ما اعتقد، يعني الاوتوبيسات كانت بالمجان اللي هي تروح من بورسعيد لاسكندريه. طب النهارده الاوتوبيس مش بالمجان، والنهارده تذكره ب 100 جنيه، مين اللي هيروح؟ خلينا نتفق ان فعلا في ناس هتروح وهتسافر، 1000 هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجه. خلينا برضو نقول اللي خلاص انت ضمنت التاهل فوارد تعمل اي حاجه. طيب انت النهارده عايز تنافس؟ لا، يبقى لازم في وقفه النهارده مجلس الاداره لازم يقف عندها، لازم يكون في تدعيمات كبيره جدا للجماهير. رقم واحد الاعداد لازم تزيد، توفير مواصلات للجمهور زي الماتشات اللي فاتت، الماتشين المباراتين اللي فاتوا دول كان في اوتوبيسات طالعه بالمجان بصراحه، واتكلمنا عنها واشدنا بجهود مجلس الاداره. لكن النهارده انت بتعمل التيكت ب 100 جنيه محدش هيسافر، يعني استحاله تسافري، ومفيش يعني الباص دي كمان انت بتروحي بالمجان، لا مش بالمجان كمان. وفي نفس الوقت حتى لو في ناس سافرت العدد قليل، دي رقم واحد. رقم